كوره وميسي عمال ينفخ الكوره وداخل داخل داخل داخل. عضتني السعرانه. انا لازم اربيها. المفتريه. يا ابن اللعيبه يا ميسي. انت يا زفت يا حلفي. انا مش فاضي، الفطار جاهز عندك ورا اهو. تخيل يا حلفي، تخيل بشوفها في الاعلانات اكتر ما بشوفها في البيت. انا تعبت يا حلفي، تعبت. ثانيه واحده يا حلفي، ثانيه واحده. الو. ايوه يا فندم. ايوه يا فندم، انا الدكتور هادي عبد الهادي. ايوه يا فندم، دكتور القطط المعروف. ايوه يا فندم، صاحب عياده بوسيكات. لا العياده النهارده اجازه يا فندم، واخدين شهر كمان. بتهوهولي، ربنا يسامحك. يا حلفي انا تعبت. الله، يلا بقى شوط بقى يا عم ميسي بقى. تصور يا حلفي، تصور بشوفها في الاعلانات اكتر ما بشوفها في البيت. كل شويه تطلع لي في اعلان جيلاتي واعلان كازوسه، وما دي حتى المبيدات الحشريه ما سابتهاش. ومش مهم البيت، مش مهم جوزها. والمصيبه انها فرحانه بذمتها، دي مش حاجه تاثر العمر. انت ساكت كده ليه يا زفت؟ لا 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 يا جماعه، ايه اللي بيحصل ده؟ لا ده الحكم عايز يسيب الماتش ويمشي. ايه ده؟ واللعيبه عمالين يتحايلوا عليه. لا 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 لا، الحكم راجع عشان يتصور صوره سيلفي مع ميسي. يا تران يا حنفي، يا زفت يا حنفي، يا نيله يا حنفي. ما ترد يا نيله، ناقص شتيمه. يا هباب يا حنفي. لا انا لازم بقى اتصرف معاكم في الالفاظ البطاله دي. رجله اصابه ملاعب. الله يرحمك، الله يرحمك، هو اللي موصيني عليك وقايل لي اوعى تسيب